أطلقت شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية شاومي كاميرا جديدة لمنافسة الكاميرات الرياضية. تمتاز بصغر حجمها وهي قادرة على تسجيل الفيديو بالدقة الكاملة Full HD. وأطلقت شاومي على هذه الكاميرا اسم E-Action، وبإمكانها تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل وبمعدل 60 إطارا في الثانية، كما أنها قادرة على التقاط الصور بدقة 16 ميجا بيكسل. وتمتاز الكاميرا بقدرتها أيضا على التصوير بالحركة البطيئة، وهي مقاومة للغبار حتى عمق 40 مترا. إضافة إلى ذلك، تدعم الكاميرا شبكات واي فاي وتقنية بلوتوث لربطها بالهواتف الذكية لنقل الوسائط المتعددة.